الاختراب تحقيق حاجات اساسيه. طب بقيه الايتيمز ايه؟ انت جزء من حضاره، حاول ان انت تتصرف دائما على انك جزء من هذه الحضاره. هيقلل قوي، اصل الاختراب ليه جوانب كبيره، ليه جانب نفسي سايكولوجي، وليه جانب من ناحيه الانثروبولوجيا وعلاقتك بالناس وبالمجتمع، وليه جانب سوسيولوجي من ناحيه علاقاتك الاجتماعيه، ليه جوانب متعدده كتير. طب انا اعالجه ازاي؟ هو مش مرض وهو مرض في نفس الوقت، يعني مش مرض ليه اعراض ظاهره، لكن فينومينا في المجتمع كلنا حاسين كده ان احنا ساعات زهقانين. ده اصعب من المرض اللي ليه اعراض. انا عايز مش عارفه ايه. أيوه. انا بعمل حاجه بقى مع الشباب حلوه جدا، بقول له لا لازم تسافر، ما بعرضوش. يعني احيانا الاسره مثلا لما يجي ابنك يقول لك انا عايزه اسافر، تبقى قلقانة، او بنت بالذات احنا لسه عندنا التقاليد الباليه دي، فهتقولي له مثلا ايه، لا ما تسافرش، خليك جنبي يا حبيبتي، خليكي عشان ابقى مطمن عليكي. لا انا بقول له سافر، لما يسافر هيعرف يعني ايه مصر. يوم ما يتعب هيلاقوا حد يقول له سلامتك. انا عندي قصه كده لطيفه قوي ساخره، كان ليا صديق متجوز المانيه، فكنا نسأله يعني انت عامل ايه، مبسوط بتاع، فكان ما يردش قوي يعني. بعد كام سنة فبقول له ايه المشكلة، طب ما هي زي الفل هي، والاجنبيات ما شاء الله، الاوروبيات والاجنبيات عندهم قدرة انهم يعيشوا في اي ظروف. يعني المصرية بتشترط شروط معينة، العربية بتشترط شروط معينة، وما عندهمش الكونديشنز دي، يعني اللي يجيبوا اللي يعملوا همش طلبات يعني ما فيش مشكلة، ممكن العروسة تبتدي بأوضة واحدة كده في البيت كله، يعني ما فيش مشكلة. فقال لي نوران كفاية انها ما تقوليش نعيما، تقوليش شكرا، تقوليش تسلم ايديك، الحاجات دي احنا محتاجين نسمعها. انا استغربت جدا انه عايش واخد الجنسية ومبسوط وعنده اولاده والدنيا حلوة، لكن في حاجات اصلا باك جراوند انت متعرفش عنها حاجة. انت شايفني زي الفل لكن متعرفش جوايا ايه. لازم الانسان الانر فيلينجز دي يبقى متصورها، الحاجات البسيطه إن دي انت المصريه دي بتحسسك والله عملت حاجه حلوه، بتقول لك كتر خيرك شكرا. أيوة طبعا. هناك ما بيعرفوش، وبتتخانق معاه برضه على الاقل حاجه فبتحسسه يعني، بتتخانق معاه على الاقل حاجه فبتحسسه ان في حياه، في جلس يعني. في بتاع هناك ما فيش الكلام ده طبعا. أيوة. هناك كل واحد بيدفع لنفسه. أيوة. الوحيدين اللي قابلتهم وكان فيهم صفات مننا، والحقيقه ليا صداقات كتيره قوي في اكوادور في كولومبيا وكده، اللي هم بتوع لاتين امريكا. تحس عندهم حريتنا الغيره، يعني ما مثلا احنا مجموعه فيخلوش الست هي اللي تدفع الحاجات اللي احنا مشهورين بيها كمصريين دي. أي. بتلاقيها في لاتن امريكا، حتى اوروبا نفسها فيها اكتر زينا. اوروبا نفسها فيها اكتر من ثقافه على يعني لما بنطلع للدول البارده، الدول الاسكندنافيه، لكن مثلا لما ننزل كندا ايطاليا مثلا، تلاقي يعني جاب جامده جدا، يعني بص ثقافه تانية خالص يعني. وتفاجئ باشياء غريبه شوي، يعني الثقافه ان انت تحترم الاخر مش كلام. يعني انا مثلا انا نازله في اوتيل وصديقه نازله في اوتيل، فهي عايزه تروح تحضر درس الحد ساندي، تعرف ساندي كلاس ده مهم جدا جدا عندهم بره جدا، وهنا طبعا في ثقافتنا احنا متدينين، شعب متدين، فطبعا ايه مش لاقي حد يقوم الصبح الساعة 9 صباحا، كله بقى رجع من مؤتمر مكسل بتاع، فكلمتني في التليفون صوري كله نايم، مش عارفة يعني بيننا وبين مثلا الويب مانستر اللي احنا رايحينها 10 دقايق كروز رود يعني كده، بص إشارات، بص احترام الشعب بقى ريسبكتبل فورم، هم عارفين الاثنين الماشيين دول رايحين فين سانديز كلاس. يبقى بيعملوا ايه بقى، يقفوا اول ما يلاقيك بتعدي بدون اشارات والله يروح واقف عشان انت تعدي، عشان عارفين انت مستعجل. احترام دي درجه من الاحترام كبيره جدا، ما توصل لا يقول لك انت دينك ايه ولا انت معاك ايه ولا انت جايب ايه، اول ما تدخل يستقبلوك. عندهم طقس كده اسمه المغرفه الذهبيه، ما تحط بقى حاجه للتبرعات وحاجات لطيفه كده وهدايا للمكان الديني الجميل اللي انت فيه، الكاندلز، البيانو، رسيتال البيانو، استمتعت جدا، كانت جلسة روحية. أنا في اليوم ده كنت أسعد الأيام اللي قضيتها والله والله. رغم أن أنا طبعا بروح الإسلاميك سنتر وبتعرف وبشوف متاحف، لكن بص في طاقة روحية يعني الكالت اللي عند المصريين فيها طاقة روحية. فهي كانت مستعجبة أن أنا وافقتها قلت له رحت معاها، إذن هذه ثقافة يعني. خلي بالك قوي وانت برا بعيد عن مفهوم الغربة أن أنت بتنقل لهم ثقافتك، بتبين لهم ان انت انسان متحضر. الحضاره مش يعني انا البس حلو واحط ميك اب حلو واعمل مش عارفه ايه حلو، لا تصرفاتك اخلاقك ثقافه يعني. التصرفات والاخلاق والايثكس اللي انت بتنقلها لهم. فالفكره يعني انا فاكره حد كده استفزني وقال لي ايه، انتوا العرب ما بتفهموش في موضوع الطوابير ده، كنت في اليابان
فطبعا ايه ترد بلباقه كده وبذوق ومش عارفه ايه، وتقف برضه وتستنى مكانك، مش لازم تفقد السيطره. يعني في ناس مننا المصريين والعرب بالذات لما يروح مكان بره يفقدوا سيطرتهم، يعني يدخلوا في مناقشه مثلا ديالكتيه كده في موضوع سياسي ولا ديني ولا انسان بسرعه.